المدير الفني. طبعا سيادتك على الدعم ده ودايما مصدرنا من الوزاره السيد المدير دايما بيوفر لنا الدعم بتاع حضرتك وبرده اتحاد الكوره. وبصراحه الحمد لله يعني في تحسن كبير قوي في المنظومه كلها، دايما بيساعدونا على كل حاجه احنا عايزينها. وزي ما قلت قبل كده اللعيبه كل اللي نقدر نوعي لحضرتك بيه ان اللعيبه هتبذل كل مجهودها ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله زي البطوله اللي فاتت. ما كناش محظوظين شويه بس عملنا كل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا. طبعا انا مبسوط جدا بالاداء الكره اللي فاتت وان شاء الله هنعمل قد كده واكتر باذن الله. تاني بنشكر حضرتك على الدعم الدائم ده والوزاره واتحاد الكوره، وطبعا اهم حاجه المنظومه كلها في اللعيبه، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونرجع مبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله ترجعوا منصورين موفقين. عايز اقول لكم على حاجه، يعني انتوا بيقول لكم تاثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليه، وده موضوع تاني بغض النظر عن المكسب والخساره. انا بقول لكم كلكم حجم التزامنا وسلوكياتنا الطيبه بتبقى ليها تاثير جدا على كل اللي بيتفرج عليه جوه مصر وبره مصر. يمكن دي اخر حاجه مهمه. من فضلكم انتم تتصدروا صوره جميله لكل اللي بيتفرج، شباب وكبار وصغير. فحافظوا على النقطه دي وانت في حماس اللعب بتحافظ عليها. على ان الصوره تبقى صوره جميله وراقيه تعكس مصر وحضرتك. مصر عمرها او حضرتك عمرها الاف السنين، وبالتالي ده كله في الابد. مش عايز اطول عليكم، ربنا يوفقكم. اتفضل بليز سبيكينج. طبعا رجعت دكتور لوبيت مش نايم بقى، وبشكر سيادتك على كل الدعم اللي دايما وفرته لنا. طبعا مش كبير اصلا برنامج هشتري كتير ناس ده يعتبر يعني حاجه جديد وانطباع كويس جدا لينا ان احنا يكون حضور الرئيس موجود معانا. احنا تسامح مين تكتب على رش. نشكر جدا حضرتك على الكلمات الجميله اللي حضرتك قلتها. يا اشكي او ميش من تيمبو اس اكستانت بريزنتار من سون جراند بيش كوما جيت. تي ان بيز موت جراند توت جيروش تي سنتين اسمه. واكيد طبعا مسؤوليه ان احنا بنمثل بلد كبير زي مصر دي مسؤوليه على كل اللاعبين، لازم كلهم يكونوا قدها ان شاء الله. Temos que ser a imagem para os jovens egípcios de todo o país. لابد ان احنا برضه نكون زي صوره طيبه ومثال جيد لكل شباب مصر وكل الرياضيين الصغيرين في مصر. Tenho certeza que em nome de todos os jogadores vamos dar aquilo que temos e que não temos para conquistar os nossos objetivos. وانا واثق ان شاء الله ان احنا كفريق وكلاعبين هنعطي كل اللي نقدر نمتلكه او حتى لا نمتلكه من اجل ان احنا نصل الى هدفنا وان احنا نسعد الجماهير المصريه. وانت برجع تبارك فيك يا مصر. نشكر حضرتك سياده الرئيس على الحضور وانك تكون معنا النهارده. انا بشكرك، شكرا جزيلا. نتمنى لكم التوفيق.